من الإمارات. أهلا وسهلا بشعب الإمارات الشقيق. أرفع لكم قبعتي. عزيزين أهل الإمارات أرفع لكم قبعتي. عندكم شيخ من الشيوخ الكتبي حميدي الكتبي، أرفع لك القبة. ونعم لبى أهل الإمارات كلهم بدون استثناء. نحتاج بس أحكام، يعني نبغى أحكام فيما بعد نطبقها على الشباب، عقوبات يلعبون على أسئلة دائما سكر التلفظ. إيش بدون رحمة؟ يعني أنا أتمنى بدون رحمة. نبغى نضرب بيد بالحديد. ها نبغى عقوبات جديدة غير العقوبة اللي حذفناها في المسبح. كيف يعني؟ أنت لو أنك مكاننا الحين وتعطين عقوبة لشخص، وش بتقولي له سوي عقوبة؟ يلعبون على شيرت دائما سكر التلفظ. على وشو؟ شيرت دائما سكر التلفظ. بيغثون نلعب على شيلة. طيب نبغى عقوبة فيها يعني تعب، فيها إرهاق، فيها شيء. خلاص غسيل مواعين. صح. يعطيك العافية على الاتصال وشكرا، أخذتي من وقتنا الكثير. الله يجعل ربي يحماكم. بس والله العظيم نبغى عقوبة صلخ يا أخي. وينكم وينكم يا شباب يا رجال؟ قسم بالله لو بيدي طبق بيض ني يشربونه هذا من العقوبات. إيه عبد الله.